يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الدعاة يقول لن يعود الشرك في هذه الأمة، ودليله حديث قد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، فهل دليله صحيح واستدلاله على هذه المسألة؟ الدليل صحيح لكن الاستدلال ما هو صحيح، لأن الحديث فيه يائس الشيطان، الشيطان يائس لما رأى انتصار الحق ورأى ظهور الإسلام يائس هو، وليس فيه أن الله أيسه، ولذلك الشرك موجود الآن. فلو كان المعنى أنه لا يحدث شرك في جزيرة العرب لصار الحديث ليس له معنى، تناقض. ولكن ما الحديث معناه أن الشيطان نفسه يأس وقنط لما رأى انتصار الحق، ولا يمنع هذا أنه يعود الباطل وينتشر بعد ذلك. نعم. ويقول حفظك الله، وبعضهم يقول يجوز بناء المساجد على القبور مستدلا بقوله سبحانه في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، فما الجواب عن هذا؟ يا أخي الجواب في الآية نفسها، قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا سلاطين ما يقواهم أحد، قال الذين غلبوا على ما عندهم حجة إلا السلطة فقط والقوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالآية فيها رد على هذا القائل، وأن هذا ليس بقول أهل العلم وإنما هو قول السلاطين وأهل القوة. نعم.